اهلا بحضراتكم من جديد، وانضمت لينا طبعا في الاستوديو لاعبه العاب القوه في النادي الاهلي رشا سياب. الحقيقه خليني اقول لكم عن رشا قبل ما ارحب بيها معلومه صغيره. رشا كانت لاعبه جمباز وهي دلوقتي مدربه جمباز، وعملت ترانسفير من الجمباز بقت لاعبه قفز بلزانه العاب قوه. طب خدوا بقى الجميل، هي بقى لها سنتين بس بتلعب. طب خدوا بقى الاجمل من كده، ان هي صاحبه رقم مصر 3.80 متر، وهي اللي حققته في السنتين دول. اهلا بيك يا رشا. اهلا وسهلا بحضرتك. يعني ما شاء الله، يعني عامله شغل جامد جدا. شكرا جدا. لا انا عايز اعرف بقى بالتفصيل، يعني ايه اللي خلاك تقلبي من الجمباز للزانه، وايه حبك في الزانه؟ كلميني اكتر بقى عن السنتين دول. بص، انا في الاول كنت بلعب جمباز، ويعني وصلت لدرجه اولى في الجمباز، فقلت خلاص بقى بطل بقى جمباز، فبطلت بتاع سنتين. بعد كده زهقت من القعده في البيت الصراحه، ابتديت امرن فزهقت. فقلت لا، عايزه ارجع العب جمباز تاني. بس كان صعب ان انا ارجع العب جمباز تاني. فانا اختي كانت دخلت الزانه ديت من زمان قوي، هي عشان اكبر مني فهي ما حبتهاش، بس انا حبيتها. حبيتيها؟ اه حبيتها جدا، بس انا عشان اخشها من زمان كنت لسه صغيره قوي. ليها تكنيك ماسك العصايه. ليها تكنيك كل ده طبعا. بسرعه اتعلمتيه بسرعه. طب انت قولي لي بقى، رحت ازاي؟ رحت نادي الاهلي ازاي؟ دخلت هو انا زي. انا الاول قلت خلاص انا عايزه العب زانه، عشان انا اختي شفتها بتلعب زمان. فطبعا كلمت وحاولت يعني اوصل لرقم كابتن وليد اللي هو الكابتن بتاعي، كابتن نادي الاهلي. وبدات معاه، يعني بدات معاه من الصفر، ان انا مش عارفه امسك ازاي. بدات فين بقى؟ انا بدات المعادي؟ في الاهلي. رحت المعادي ولا رحت فين؟ في المركز الاولمبي. كنا بيتمرنوا في المركز الاولمبي، فرحت له عمل لي اختبار ولقاني الحمد لله يعني كويسه. بس وبدات بقى معايا من الصفر، وعلمني ازاي بقى امسك الزانه وازاي اجري. تجري بيها؟ جري جمباز يعني ملوش اي علاقه بجري العاب القوى تلقائي. يعني نهائي خالص. بس برافو عليك ان انت عدلت من نفسك. انا الحمد لله. يعني طبعا كل ده بفضل ربنا وفضل كابتن وليد طبعا، بفضل نادي الاهلي طبعا، يعني ان هو موفر لنا كل الحاجات دي. طيب قولي لي، يعني ايه ابرز البطولات في السنتين؟ يعني لعبت ايه؟ أنا هل البطوله العربيه كانت ابرز حاجه لعبتيها؟ لعبت دي تاني بطوله عربيه العبها. انا لعبت بطوله عربيه 2023 جبت فيها اول. دي كانت تحت كام؟ كانت تحت 18. 18 كانت اول بطوله عربيه ليا. ودي تانية بطوله عربيه تحت 20 وجبت اول برضه الحمد لله. ما شاء الله اكبر. طيب في البحر الابيض المتوسط تعبتي وجايتي؟ البحر الابيض سخنت جامد تعبت جدا قبل البطوله بيوم. سخنت ويعني جالي برد جامد قوي. كان في دكاتره كانوا فاكرينها تسمم عشان كان بطني بتوجعني. الحمد لله انا كويسه يا جماعه. بس وكان عندي امتحان تاني في نفس يوم البطوله الصبح، ف يعني اضطريت ان انا ارجع القاهره امتحن وبعد كده ارجع تاني في نفس يوم البطوله. وانت سخنه؟ وانا سخنه، فانا ما قدرتش خالص العب. يعني حاولت بس ما قدرتش. الاول جاب كام فاكره ولا؟ الاول مش عارفه جاب 4 متر او 4 حاجه. يعني قريب منك 3.80 متر، كنت ممكن تجيبي ميداليه. طبعا كنت داخله عشان اجيب ان شاء الله برونز. بس مفيش مشكله، الجهات كتير بس ان شاء الله. ان شاء الله. طب نفسك في ايه؟ نفسك تحققي ايه؟ والله نفسي اتاهل اولمبيكس 2028. ودي مش صعبه ولا شايفها؟ لا انا شايفاها الصراحه بالنسبه لي سهله جدا، ان انا بقالي سنتين بس وصلت لده. فان انا سهل جدا اتاهل اولمبيكس ما شاء الله. يعني ان شاء الله. كلمني بقى قصه بقى رشا. لا كلمني، دي صورتك؟ ها دي صورتك. دي صورتي. الله اكبر. بس انتوا يا جماعه في الملعب حاجه، وفي الاستوديو ما شاء الله حاجه ثانيه. الله اكبر. يعني في الملعب لا، انا بحب كده، انا احب كده اللاعب او اللاعبه في الملعب يبقى شكله جد، ولان ده ميدان. في الاستوديو بقى الولاد والبنات بيختلفوا طبعا في الشكل خالص. معايا كابتن وليد. كابتن وليد ده اللي هو طبعا اكتشف اكيد اسعد واحد بيكي دلوقتي. طبعا طبعا. قول لي يا كابتن، ازاي جت موضوع رشا واتعرض عليك ازاي؟ والقصه جت ازاي؟ هو بصراحه يعني هو بعد ما رشا قالت الكابتن وليد ما شاء الله من اشهر مدربين الزانه في مصر ما شاء الله، وهو برده من ابن من النادي الاهلي من هو كان عنده 12 سنه في النادي. الله اكبر. هو بيتميز عنده عنصر جاي جدا، هو جذب وبيعرف يختار. صح. وهو كمان يعني تروح له تحب تبقى قاعد معاه، تحب تتمرن معاه. ما ده اللي حصل كده ولا مش كده؟ ايوه طبعا. فهو طبعا هو قبل اي عرض بنتكلم مع بعض، والله في مثلا شفت بنت كويسه بتلعب جمباز في حته فلانيه، طب نشوفها جت ايه رايك يا وليد؟ دي ممتازه. طب خلاص نبتدي نسجلها، نجيب استماراتها، نعمل لها استماره نسجلها في الاتحاد، تبتدي تشارك معانا البطولات على طول. هو طبعا اول ما جت قال كده، يعني انا جت دي بنت بقى ممتازه وما تتسابش وهتكسر الدنيا. فهو ما شاء الله اللي قاله بيتحقق. الله اكبر. الله اكبر ما شاء الله. يعني ده برضو دعمك برضو مهم، يعني انت مدي لكل مدرب يا كابتن خلي بالك حريه ومساحه، وما بتتدخلش في فنيات لعبته، انت بتدعم.
وبتشوف هو بيبقى شايف ايه وانت شايف ايه. طب انا معاك، ما دي برضه حاجه كويسه. بالزبط. ده هرمي، شكل هرمي او اداري جيد جوه الجهاز بصراحه. الحمد لله في ثقه بينهم بعض متبادله، وده بيبان يعني هو لو بيبان في خلال شهرين ثلاثه اللي هو قاله. فمن وانت بعيد كده بتشوف الملعب لما تخش من ورا العاب قوه الزانه في ناحيه كلهم بيشتغلوا في وقت واحد. يعني دي حتى اللي بيميز اللعبه بتاعتنا، ان بتلاقي الثمان تسع عشر ايفنتات شغالين في وقت واحد. الزانه شغاله، في وزب علي شغال، وزب الثلاثي شغال، الطويل والحاوي شغاله. فانت بمجرد انت بتبص هناك بتشوف الدنيا فيها ايه، بتبقى عارف ان لا، في هنا علامه، في ميداليه، في نجمه موجوده هنا وفي هنا وفي هنا. فخلاص بقى بقينا كلنا نسيج واحد والهدف واحد يعني. يعني هم هو شاطر، والمجموعه اللي معاه حاليا بتوع الزانه معتبر من افضل جيل زانه جه في تاريخ النادي الاهلي، بنين وبنات. ما شاء الله من افضل جيل زانه جه في النادي الاهلي، بنين والبنات. والارقام بتقول كده، والمرحله السنيه اللي هم فيها بيقولوا كده، كلهم تحت 23، يكاد يكون في 18 و19 و20 ولاد وبنات. عاملين ارقام تعدي سنهم. يعني احنا اللي بينافسهم، اللي بينافس مثلا بناتنا واولادنا مين؟ قطر مثلا، وتونس في البنات وفي الوزب. طب احنا يعني يكاد يكون حتى قطر، مش عايزين نخش في حته التجنيس ومين بيسجل. لا معادي، هم معروف، لا معروف ان حتى الاول الاول بتاعهم ده يعني بيبقى مجنس وجايب جدا. لا عربي 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 وجايب رقمه. ف احنا عندنا المنافسه بيننا وبينهم ممكن تكاد تكون 20 30 سنتي، ده في الزنا كتير. بس على مستوى الدعم اللي هم بياخدوه لمعسكرات طبعا. لا طبعا اكيد احنا متفائلين، فاحنا ما شاء الله عليهم يعني. لا ولسه عندنا ان شاء الله. ان شاء الله.